طيب اجيت الريفرنسز هدول انا هحط لك اياهم على الجيت هاب وحط لك الامثله تبعتهم كنوت بوك. تمام، اجيت المثال الاول هذا انه بس كتبت هنا اسكي ليرن نايف بايس بيجيب لك اياه اول نتيجه. تمام، هذه عبارة عن الدوكيومنتيشن تبعت مكتبة الاسكي ليرن، هي عبارة عن مكتبة عارفينها ويعني للماشين ليرنينج. تمام، هنا بشرح لك الثيوري زي ما احنا شرحناها بالضبط، probability للواي جيفن اكس 1 اكس 2 اكس 3 لغاية اكس ان. تمام، وجاب لك انه هي عبارة عن حاصل ضرب زي ما شفنا انه الاسامبشن تبعنا، وعلى هذا الاساس انه الواي هات اللي هي البريدكشن تبعتي هي بتساوي ارج ماكس. ايش معناته الارج ماكس رياضيا؟ معناته انه انا بختار الكلاس اللي له اعلى probability، فبالتالي زي ما شفنا احنا اخترنا اليس والنو بناء على انه اعلى probability خلاص اخترناها. تمام، وهنا بحكي لك انت في عندك اكثر من implementation موجود في مكتبه البيزيان، في مكتبه الاسكيلر، في عندك الجاوشيان نايف بايس والكلاس تبعها جاوشيان ان بي، وهي بورجي لك مثال انه انت كيف تستخدمها. فبالتالي هنا في الـ from sklearn import الـ load iris dataset. تمام، وهنا عمل load برضه للترين تيست سبليت، وبرضه من الـ sklearn naive bias عمل import لل gaussian nb اللي هو بيعتمد على التوزيع الطبيعي. ايش في عندك توزيعات ثانيه؟ في عندك المالتينوميال نايف بايس، في عندك الكومبلمنت نايف بايس، في عندك البرنولي نايف بايس، وفي عندك كاتيجوريكال نايف بايس. فبالتالي في عندك اكثر من كلاس للنايف بايس بيعتمد على التوزيع تبع البيانات. هنا في هذه الخطوه قسم الداتا سيت انت عندك لترين، لاحظ انه نفس المبدا تبعنا نفس الكونسيبت تبعنا، قسم الاكس لحال والواي لحال، وفي نفس الوقت انه الاكس عمل اكس ترين واكس تيست، والواي واي ترين وواي تيست. بعدها عرف اوبجكت من الكلاس تبع الجاوشن ان بي. تمام، وهنا عمل انه الواي بريدكت بتساوي الجاوشن ان بي فيت للترين والواي، وعمل كله في نفس الخطوه عمل بريدكت للاكس تيست، وهنا طلع الكلاسيفيكيشن ريبورت. تمام، هنا حكيت انت يعني بحكي لك انه الجاوشيان ديستريبيوشن او النورمال ديستريبيوشن، الجاوشيان هو النورمال هو فت لمعظم البيانات، لكن في عندك بعض البيانات انه لا تتبع التوزيع الطبيعي، فبالتالي انه انت يا اما بتكون عارف التوزيع تبعها، يا اما في عندك طريقه تقدر تعمل استيميت للديستريبيوشن تبعت البيانات من البيانات نفسها احصائيا تقدر تعمل. صحيح، احنا افترضنا انه لكل الفيتشرز هدول كلهم نورمال، افترضنا له انه كلهم نورمال. ساعتها انه انت بدك تحسب البروبابيليتي لكل، بدك تعمل بي دي اف تحسب البروبابيليتي لكل عمود لحال. صحيح. تمام؟ هاي المالتي نوميال كاتب انه شارح عليه كثيوري والكومبلمنت. تمام؟ حقيقة انت في عندك مثال تاني هنا بورجي لك انه هو كيف بيستخدمه على داتا سيت، يعني هذا الكود. تمام، ممكن انا اخده زي هيك واروح افتح النوت بوك انا عندي هنا. طبعا انا بحب ان انا افصلهم، بدي افصل الامبورت لحال وبدي استخدم البيز اناكوندا بيز. تمام، وهنا اللود تبعت الداتا سيت برضه بدي افصلها لحال، وهنا انا عندي قبل ما انا اعمل يعني ترين للداتا سيت واعمل بريدكت لهم، بس بدي اورجي لك انه الاكس ترين كيف شكلها. شايف هي عباره عن نمباي كلاس.
تمام، والواي لاحظ انه حطيت لك هنا نقط 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 لانه مش عرض لك كل الداتا سيت، واحنا تعودنا انه في النمباي لما تكون في عندك الاري هيوج بس بعرض لك انه جزء منها وبحط لك نقط نقط، يعني عشان انه ما تضلكش تعمل سكرول، ما تضلكش تعمل سكرول. الواي هنا انا بدي اورجي لك الواي تيست كيف شكلها، هي عبارة عن one dimensional زي ما انت شايف، هاي شايف هنا one dimensional، هذه عبارة عن two dimensional زي ما انت شايف بهذا الشكل، تمام. يبقى هاي الواي انا عندي 0 1 و2 اللي هي عبارة عن ثلاثة كلاسز، عبارة عن ثلاثة كلاسز كاتيجوريكال بالضبط. هنا عرف الجاوشيان وهنا عمل fit train اكس ترين واي ترين، وبعديها عمل مباشره ممكن تتعملها في خطوه منفصله بريدكت للاكس تكست للاكس تيست، وهنا عرض لي الكلاسيفيكيشن ريبورت بهذا الشكل. فلما تشغل زي هيك فهنا نمبر اوف مس ليبلد بوينتس من ال 75 غلط في اربعه، بقول لك انه انا الكلاسيفاير هذا غلط في اربعه من 75، فبالتالي الاكيرسي تبعته اربعه، عفوا الاكيرسي تبعته قديش؟ إيه 71 على 75، 71 على 75 94% كاكيرسي، تمام. في عندك شغله كثير مفيده اللي هي الكلاسيفيكيشن ريبورت، انه ممكن انه انت تستخدمها برضه، فخليني اورجي لك اياها برضو. اكتب هنا ASCII learn classification report، تاخذ الكود مباشرة هاي بهذا الشكل، باخذ هذه في الامبورت واحطها انا عندي زيادة هنا، تمام. وبعدين بقول له هنا انه اطبع لي الكلاسيفيكيشن ريبورت، وايش بعطي له؟ بعطي له الواي ترو والواي بريدكت، بس انا عندي مش واي ترو واي بريدكت، فجيت انا حغير الاسماء، هذه ما فيش الها داعي، تمام. انا عندي هاي هذه واي بريدكت صحيح، لكن انا عندي التست داتا الترو داتا هي التست داتا، فبالتالي انه هاي برنت للكلاسيفيكيشن ريبورت. فزي ما انت شايف انا عندي للكلاس 0 وكلاس 1 وكلاس 2 ايش بيطلع لك؟ بيطلع لك بريسيجن وريكول اوف ميجور، تمام، وبيطلع لك الافريج لكل هاي الشغلات، فبالتالي انه هي الاكيرسي زي ما احنا شفنا انه قربها طلعت عندي 95. دائما اعرض الكلاسيفيكيشن ريبورت وشوفها لكل كلاس، لانه يعني اذا كان عندك توزيعه الكلاسز مش بالانسد ممكن انه انت تغنى خداع بالاكيورسي. فلما تشوف الاكيورسي لكل كلاس على حده ساعتها بتقدر انه يعني تقدر انه انت تعرف انه والله كلاس 0 جاب هوم الاكيورسي تبعته 100%، تمام. كلاس 1 و2 لا في عنده غلطات فيهم، هذا 94 وهذا 91 بهذا الشكل، اوكي. طيب اخر مثال هو هنا اللي هو الكلاس كومباريزون، زي ما انت شايف هذا الكود فعليا مفيد، كلاسيفاير كومباريزون عفوا، هذا المثال فعليا مفيد جدا. ليش؟ لانه بهذه الوصفه فعليا بيقارن لك عده كلاسيفايرز، الكلاسيفايرز هي يعرف لك اياهم في لستة، كيف بقارن بيناتهم؟ بقارن بيناتهم انه هو يجيب لك انه انهي كلاسيفاير الاكيوريسي تبعته افضل شيء. فجاب لك هنا النيرست نيبر سب لينير سبورت فيكتور ماشين، راديال بيس فانكشن سبورت فيكتور ماشين، هذول الاثنين سبورت فيكتور ماشين ولكن الكيرنل مختلفه، جاوشيان ديسيجن تري راندوم فورست نيورال نت ادا بوست نايف بايس كيو دي اي، تمام. هي يعرف الكلاسيفاير كل واحد في البراميترز تبعته، تمام. وهنا عرف انه اكس واي ميك كلاسيفاير، تمام. وهنا جاب الداتا سيت وهنا بعمل بلوت للكلاسيفايرز هدول انه كل واحدة فيهم قديش انه الاكيوريسي تبعتها، فبالتالي هاي الانبوت داتا
بهذا الشكل. انت لو اطلعت عليها بتفصيل اكثر، تمام، هاي الانبوت داتا بهذا الشكل. انت في عندك ثلاث الوان هنا، معنى ذلك انه انت في عندك ثلاثه كلاسز. لاحظ انه الكلاسيفاير هذا هي الدقه تبعته 97، شايف انه هذا النيرست نيبر، انه هو قدر انه هو يفصل بين البيانات. هذا 88، تمام، هذا 97، شايف كيف انه هو قدر انه هو يفصل بين البيانات وهكذا، تمام. فبالتالي انت بتقدر تقارن اداء الكلاسيفاير هذا بين مع الكلاسيفايرز الثانيه للديتا سيت هذه تحديدا. طبعا بدك تعرف بالمطلق انه ما فيش حاجه اسمها افضل ماشين ليرنينج الجوريثم، لانه هذا بيعد هذا هذه هذا هذا الابروتش اكسبيرمنتال. بدك انه لجيفن داتا سيت معينه بدك انه انت تختبر مين هو افضل الجوريثم، وتجرب 3 4 5 الجوريثمات وتشوف مين البيست، وهو اللي في الاخر انت حتاخده وتعمل له ديبلوي. هذه الصفحه هي عباره عن شو اسمه كلاسيفاير كومباريزون. اكتب اسكي ليرن كلاسيفاير كومباريزون بطلع لك اياها في النتيجه. صحيح، مش كل الخوارزميات، الخوارزميات اللي موجودة في الليستة يعني، تمام؟ حكيت الميزة في الموضوع كويس برضو انه انت تعرف على هذه الشغلة اللي هي الباينر. الباينر بتيح لك انه انت تشغل الكود هذا على الكلاود، مش زي الكولاب. الكولاب بدك تاخده لسه وتاخده، يعني اذا كان في زر كولاب برضو بتيح لك انه انت تعمل الشغلة هذه يعني. بس الباينر لو ضغطت عليه زي هيك، بروح فعلا فعليا يفتح لك نوت بوك على الكلاود، وبيتيح لك انه انت تشغل هذا الكلام وتقعد تجرب في الكود. طب لو بديش سبورت فيكتور ماشين، بدي استبدله بكذا، طب بدي اضيف كلاسيفاير جديد برضه بضيفه على الليستة هنا، وبتشوف النتائج بهذا الشكل. في احيانا انه مفيد جدا انه انت تعرفه البايندر عشان تشغله اكزامبلز بشكل سريع جدا إذا كان ما عندكم مش الانفايرومنت موجودة. الميزة هنا إنه هو بيجي لك إنه بنزل كل الريكوايرمنتس وكل الأمور هذه كلها مع الانفايرومنت، يعني إنه هو مريح في هذا الإطار يعني. أنت لو طلعت هنا على الكود، هاي فتح لي على النوت بوك، تمام، ممكن انا اعمل رن، اختار اعمل رن للكل. تاخد شوية وقت عشان انه هو يشتغل، تمام. كيف هو محمل داتا سيت من شو اسمه هاي محملها من already loaded مع الاسكيليرن، شايف في السطر هذا اسكيليرن داتا سيت امبورت ميك مونز ميك سيركل ميك كلاسيفيكيشن، حمل ثلاثة داتا سيتس، تمام. فهي النتيجة طلعت معك زي هيك. فانت ممكن انه انت تعمل بلاي، تلعب في هذا الكود وتضيف كلاسيفايرز وتحذف كلاسيفايرز وتشوف الاداء تبعتهم في جيفن داتا سيت او تغير الداتا سيت. لا لا لا، في عندك خوارزميات كثيرة. الاسكيلان شوف الدوكيومنتيشن تبعه، الدوكيومنتيشن رائع جدا. ايوه نقسم لك اياهم، كلاسيفيكيشن ريجريشن كلاسترنج، وهدول كلهم يفترض انه انتم اخذتهم بالضبط. فانت ممكن تروح على الكلاسيفيكيشن، ايوه يجيب لك الخوارزميات لينير موديل، بعدين لينير كوادراتيك ديسكريمينانت اناليسيس وهكذا. فهي مقسم لك انه الكلاسيفايرز انه على حسب انه شو النوع تبعتها، تمام. فبيدعم خوارزميات كتير يعني، وهذه المكتبه تعتبر من افضل المكتبات في الماشين ليرنينج في البايثون. ماشين ليرنينج طبعا مش ديب ليرنينج يعني. لا كيف، في نيورال نتورك ولكن مش ديب. بدك ديب بدك تروح على تنسر فلو او باي تورش افضل. اوكي، يعطيكم العافية شباب.